حياكم الله مشاهدي متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. بعد العديد من الشكاوى على ملف البطاقة التومينية، وزارة التجارة تقرر توزيع السلة الغذائية الجديدة على المواطنين بعد التذمر الكبير من قبل المواطن والذي أرهقهم على مدى السنوات الماضية بسبب شبهات الفساد والصفقات الوهمية. وهل فعلا سيكون إصلاح حقيقي أم ستكون مجرد وعود وهمية؟ خليكم ويانا مشاهدينا، راح نتعرف على تفاصيل اكثر من خلال ضيفي اللي موجود ويانا داخل الاستوديو. ارحب بالاستاذ الدكتور ثامر الكناني، الخبير الاقتصادي. حياك الله استاذ ثامر. حياك الله استاذ ناصر، عفوا استاذ ناصر. حياك الله استاذ ناصر. نعم نعم مشاهدينا، حلقتنا اليوم خاصة حول مشاكل البطاقة التومينية اليوم والحلول الجذرية الخاصة ب هاي هذا الموضوع اللي صار له 18 سنة ماكو أي تغيير. اليوم المواطن يعاني من هاي المشاكل الكثيرة، بالتالي اليوم ارتفاع الأسعار ألقت بظلالها السلبي على المواطن. هل فعلا وزارة التجارة راح تكون صادقة هذه المرة وراح توفي بوعودها اللي وعدتنا بها على مدى يعني الأيام السابقة، أم ستكون هي مجرد حبر على ورق؟ يعني اليوم تقليل بعض مفردات البطاقة التومينية وإضافة بعض المواد، ربما اليوم يعني هنالك تذمر من قبل المواطن ومن قبل الشارع العراقي بسبب يعني نقص بعض المواد أو تقليلها، بالتالي اليوم مو كل العالم راضي على هاي القرارات، يعتبروها يعني نوع من المغالطة من قبل وزارة التجارة. يوم يطالبون بتوفير كافة المواد الأساسية اللي يحتاجها المواطن، بالتالي اليوم ارتفاع الأسعار ألقى بظلاله السلبي على حياة المواطن. نعم نعم، أرحب بضيفي الأستاذ ضياء المحسن. نعم حياك الله أستاذ ضياء. مساء الخير عليكم وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. مساء النور عليك أستاذ. بداية اليوم نريد نعرف وزارة التجارة ما لها وما عليها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة ثانية شكرا لقناتكم الكريمة. الواقع الحالي يعني البطاقة التموينية هي ليست وليدة اليوم ولا وليدة الإجراءات اللي حصلت بعد عام 90 عندما اجتاح العراق دولة الكويت. البطاقة التموينية كانت يعني حتى في أيام الملكية، بالتالي يعني يفترض انه بالعاملين على القطاع على وزارة التجارة انه لديهم على الاقل معرفة بكيفية إدارة هذا الملف. نعم. المشكلة اللي نعاني من عندها انه مع الارتفاع الكبير في نسبة النمو السكان الكبيرة بعد عام 2003، هذا ما قابل زيادة في تخصيصات البطاقة التموينية، بس بالعكس احنا شوفي يعني في ايام لغاية من يعني من بعد عام 2003، من 2005 لغاية 2010 كانت تخصيصات البطاقة التموينية تقترب من 7 مليار دولار، لكن بعد عام 2014 ولغاية اللحظة شفت تخصيصات البطاقة التموينية تنخفض شيء فشيء، إلى أن وصلت العام الحالي هذا العام تخصيصات البطاقة التموينية مليار دولار تقريبا، مليار يعني أكثر قليلا من مليار دولار. برأيك هذا المبلغ يعني كيف هو اليوم هو هاي هنا الإشكالية الموجود؟ إشكالية هنا البطاقة يعني وزارة التجارة تضع يعني تضع الكرة في ملعب العوائل. هناك يعني عوائل لديها متوفين لم يتم شطبهم، عوائل مسافرة، أشخاص رواتبهم فوق المليون دينار، وهذا طبعا بالمناسبة يعني أنا عندي إشكال على فيما يتعلق بهذا المبلغ. نعم. لأنه طالما هو عراقي بغض النظر عن راتبه، هو مواطن هنا يعني له ما على الآخرين وعليه ما عليهم، فبالتالي لا يمكن أن نلغي البطاقة التموينية من هذا الشخص. لكن الملاحظ انه حتى مع 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 قله المبلغ ومع قله المواد الداخله ضمن البطاقه التموينيه، المشكله الادهى انه نجد ان هذه المفردات
تتأخر أكثر من شهر إلى شهرين وإلى 3 أشهر. يعني أنا قبل أيام كنت في محافظة البصرة، بعض العوائل يعني بالفترة اللي أنا بيها الآن هم استلموا الرز ما قبل حوالي 4 أشهر. هذا لما قاعد يعني لما ينتظر 4 أشهر حتى يستلم مادة واحدة، بقية المواد شلون؟ يعني إذا بالمجمل كثير مشاكل كثيرة، وزارة التجارة لم تستطع أن تتبنى فكرة واضحة لكيفية إدارتها. بالعكس يعني أعتقد يعني أكو ناس اليوم معتمدة على المفردات البطاقة التومينية، يعني ما عندها دخل اليوم هو هذا الموضوع غذائية. هو هذا الموضوع اللي ناكد عليه، موضوع اللي ناكد عليه انه يعني شوفي خليك اي ايام التسعينات احنا هنا مو محاوله لتبييض وجه النظام السابق، بل بالعكس حتى نعقد مقارنه للافضل، لانه انت يفترض انه لكل شخص سلبيات وايجابيات، فحتى تتجاوزين السلبيات تقومين ايضا تعظمين الايجابيات لازم تنظرين الى ما يفعله الاخرين. نعم. النظام السابق يعني صوري كانت توزيعات البطاقه التموينيه مستمره، بل بالعكس حتى كان يعني بعض الفترات انطى اكثر من حصه تموينيه الى العوائل، وهذه العوائل العراقيه كلها تشهد بها. الان وزاره التجاره بل عملت العكس، يعني قلبت المعادله، هناك اشهر كثيره العائله العراقيه لا تستلم الحصه التموينيه، بل بالعكس يعني شوفي انا قد اسبق الاحداث، عندما قامت الوزاره بتخفيض تقليل ماده السكر بالبطاقه التموينيه على حساب ماده اخرى على اساس انها اضيفت. نعم. نعم. يعني استاذ ضياء برايك اليوم اللي راتبه مليون واليوم هو قاعد ايجاره كفي هو المليون حتى يشتري مواد غذائيه وغيرها؟ هو هذا امه احنا انا جناب يعني سمعتيني قلت. نعم. قلت هو طالما هو مواطن عراقي له ما له وعليه ما على الاخرين، فيفترض انه البطاقه التموينيه مفردات البطاقه التموينيه تبقى على حالها مثل ما هي، لكن يجب انه مثلا بالمقابل اكو هناك عوائل متعففه، هناك عوائل يعني في ضيق ذات اليد، ذول الرعايه الاجتماعيه اللي ما عندهم معين، هذول ممكن انه زايدين البطاقه التموينيه، لكن هذا شو يحتاج؟ يحتاج واحد اولا يحتاج الى اداره جيده في وزاره التجاره، طبعا احنا مو كل وزاره التجاره هم يعني عليهم اشكالات، هناك لا. هناك اناس جيدين لكنه لم يعطوا الفرصه الى الاسم، واحنا عندنا حادثه السيد مدير تجاره المواد الغذائيه عندما يعني صار الحادث وتوفى بعد ايام من خروجه من السجن، يعني هو هذا شخص كان شخص جيد حقيقه ويعمل باسمه، لكن هناك اشخاص لا يريدون الخير، لانه تعرفين الاموال يعني اموال كثيره تصرف على البطاقة، يعني مليار اكثر من مليار دولار تصرف، هذه وين تروح؟ يعني حتى بما هناك شبهات فساد فيما يتعلق بالعقود اللي تبرم فيما يتعلق باستيراد المواد الغذائيه، ايضا الجهات التي يتم الاستيراد من عندها، حتى فيما يتعلق بصلاحيه هذه المواد المستورده صلاحيه للاستهلاك البشري. نعم. يعني باخر قرارات لوزاره التجاره فيما يخص توزيع السله الغذائيه نقترحت انه يكون الرز 3 كيلو غرام وايضا السكر 1 كيلو غرام، معجون الطماطم 1400 غرام وزيت الطبخ 1 لتر بالاضافه الى بقوليات 1 كيلو غرام. برايك اليوم يعني هاي المواد اللي تم ذكرها هي اليوم كافيه للفرد الواحد خلال شهر كامل؟ يعني احنا خلي اعتقد اني قبل يعني في برنامج سابق بقناتكم الكريمه تتحدث هم على موضوعات البطاقه التموينيه، هذه اذا اعطيناها مثلا لعائله مكونه من شخصين، واحنا هنا قبل لحظات شو تحدثت؟ تحدثت على انه يجب ان ناخذ بنظر الاعتبار اولا عدد افراد العائله وطم يعني مستواهم، يعني نعم. لنفترض انه العائله مكونه من نفرين طبعا تمام. هنا اذا افترضنا انه عائله مكونه من نفرين، انا هسه مجموع المواد اللي استلمها يعني ماده السكر كيلوين
وهم نفرين، زين هذا 30 يوم شلون راح يقضي الشهر؟ واحنا تعرفون العراقيين الصبح نشرب شاي، الظهر نشرب شاي، والعصر يشربون شاي، وغير الضيوف اللي ممكن يجوني، فهذا الكيري ما اتكفى فيه. ثم حتى بما يتعلق بماده الرز، بماده الطحين، لان مواد يعني استهلاكيه يوميه، يعني احنا اذا حسبنا 6 كيلوات هو اذا طابق له يوميه ربع كيلو يحتاج الى بحدود 8 كيلوات شهريا، وانت معطي 6 كيلوات يعني هناك. بالنسبه للزيت، زيت الطعام اللي هو بطل واحد تمام، وهذا والزيت الزيت يعني هذا الفطور والغداء والعشاء، واحنا نحب يعني الواحد يقلي، واحد يسوي كيك، واحد كثير من الامور يعني ممكن، لكنه ما القصد وين يوصل؟ يوصل الى انه وزاره التجاره لغايه اللحظه لا تستطيع ان تقدر احتياجات العائله. نعم. العائله يعني مو العائله يعني المكونه من 5 اقل تقدير اليوم العائله المكونه من نفرين تحتاج 4 طالة زيت بالشهر، زين هم ينطوها بطلين يعني تحتاج تشتري طيب. وهذا يعني هسه نفترض هو هسه هذا اللي شخصين هو هذا يستلم راتب الرعايه الاجتماعيه، وتعرفون راتب الاجتماعيه يعني هو ينطونه اعتقد يمكن ينطونه من 350 الى 400 الف دينار. نعم. زين هذا يبقى يشتري المواد الغذائيه، لو اذا عنده ايجار، لو عنده مثلا الخط المولده، لو عنده خط الانترنت، لو عنده النقل، لو اذا مريض، هذا سبب مشكله. فبالتالي يعني انا وين ايش اقول؟ اقول انه وزاره التجاره يجب ان تضع في حساباتها هكذا حالات، وهذه حالات مو محدوده، هذه حالات عديده، يعني حد يعني هذا ايضا قصور بمن؟ راح نرمي القصور على من؟ نرمي القصور على وزاره التخطيط وعلى وزاره العمل والاجتماع الشؤون الاجتماعيه، لانه ما يعني ما لغايه الان ما يتعاونون مع وزاره التجاره فيما هذا، اذا بس احنا هذا القصور بافتراض انه وزاره التجاره تطلب هذه البيانات وهاتين وزارتها ما تطلبها، لكنه اذا ما تطلبها فتعتبر هي ملامه. نعم، زين بالنسبه فيما يخص وزاره التجاره وتعاقدها ويا بعض الشركات يعني تكون مو جيده بالمستوى المطلوب، برايك شنو السبب؟ شوفي خلينا نقول الست العزيزه، احنا يعني عندنا دائره الاسواق المركزيه. انا اعتقد الفكر يعني هذا ولو انت هذا طرح سابق لامانه. نعم. يعني انا اعتقد انه ضروره تفعيل دائره الاسواق المركزيه ونقل البطاقه التموينيه الى 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 دائره الاسواق المركزيه. كيف يعني راح يصير عمليه بيع وشراء؟ هنا البيع وشراء الدوله تمنح المواطن مبلغ محدد من المال على ان يكون مجزي بالنسبه فيما يتعلق بمفردات، وهذا ايش راح يؤدي الى انه تشغيل عدد كبير من العاملين في دائره الاسواق المركزيه هم الان معطلين عن العمل، يعني نعم. من الممكن ان تستفيدين من عندهم. اثنين ايضا تستفادين من الارباح، هي صح ارباحها تكون يعني قليله لا لكنها ايضا تسمى ممكن نطلق عليها ارباح. هذه كل الموضوع اذا فيما لو فعلنا دائره الاسواق المركزيه. دائره الاسواق المركزيه مو بس حتى المواد الغذائيه. نعم. ممكن كثير من المواد اللي مثلا يحتاجها المواطن ممكن انه انت تستفادين منها، لكن ايضا تتعاونين مع وزاره الصناعه، مع بقيه وزاره الزراعه، مع خاصة فيما يتعلق بمنتجاتها اللي تطرحها للأسواق. نعم. الآن يعني زميلنا المخرج عرض لنا وثائق على الشاشة تخص هذا العقد الفاسد الذي فيه أرباح أكثر من 70 مليون دولار كل شهرين، لأن السلة الغذائية راح توزع كل شهرين للعالم، مع العلم أنه يعني هذه الصفقة هي غير مطابقة للشروط وأصلا يعني أسعارها أكبر من باقي العروض. رأيك بهذا الموضوع؟ يعني بس يعني العفو ما جاوبت على سؤالك السابق فيما يتعلق بانه وزارة التجارة هو راح يصير الإجابة للسؤال، يعني السؤال السابق والسؤال التالي. تعرفين انه يعني هناك ضغوط حصلت على مدير السابق لشركة المواد الغذائية على فيما يتعلق بهذه العقود وضرورة توقيعها لحساب هذه الشركات. ليش؟ لأنه هذه الشركات تابعة إلى أحزاب وكتل سياسية
نافذه متنفذه بالدوله العراقيه، وهذا هذا هذا غلط، لانه هذا انت اذا كان مثلا الشركه هذه تربح، ما خلينا نفترض 10% من قيمه العقد، ليش هذه 10% ما تروح الى دائره الاسواق المركزيه اللي قبل قليل نتحدث عنها؟ وهي دائره انت عند وزاره التجاره لديها اسطول من 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 الشاحنات اللي ممكن تنقل المواد الغذائيه بدون تكلفه. ايضا لديها فروع يعني في دول العالم المتعدده، لديها علاقات اقتصاديه تجاريه مع هذه الدول، وبامكانها انه هذه العلاقات تعيدها او تطورها بشكل او باخر. نعم. وتستورد من عندها المواد الغذائيه لحساب وزاره التجاره بدون وسيط. ليش مشكله؟ هو وين المشكله؟ المشكله اللي نعاني منها انه مشكله الوساطه بين وزاره التجاره وبين البلد اللي نستورد من عنده. يعني تخيل استاذ ضياء اليوم عقد واحد بفوائد 70 مليون دولار. بالتاكيد سيدتي، هذا 70 مليون دولار اللي انت تتحدثين عنه، هذا اللي وقع العقد، الشخص اللي وقع العقد، يعني ايش قد دفع للاشخاص اللي ساعدوه للحصول على هذا العقد. نعم. ثم هناك يعني احنا اذا اريد نفسر هاي 70 مليون دولار اللي تحدثين عنها، لا اعتقد انه الشخص اللي المستثمر او التاجر اللي وقع العقد لن يعني قد يطول 10 مليون دولار من العقد. ليش؟ لأنه 60 مليون البقيه. نعم. هناك وسطاء توسطوا له للتقرب من هذا المسؤول وذاك المسؤول، المسؤول ايضا يحتاج الى مبالغ، يعني بالتالي 60 مليون دولار راحت، هذه الارباح راحت الى الاخرين، هو حصل على 10 مليون دولار. لذلك احنا اذا نتحدث عن، وهذا رقم بسيط يعني 70 مليون دولار، يعني في وزاره التجاره عقود، وبالعكس حد العقود ابرمت واجت المواد لكنها لم تستخدم بالتوزيع. ليش؟ لانها طلعت غير مطابقه للمواصفه، يعني وكثير من المواد ذبوها حتى بالنار، يعني ذبوها بشط العرب، ذبوها بالبحر. ليش؟ لانه خاصه فيما يتعلق بالحنطه. نعم. الحنطه مضروبه طاعون، الحنطه مضروبه يعني بكتيريا كثير، هاي يعني كثير من الامراض تجي هاي. ليش احنا نستورد مواد مضروبه في حين انه قادرين انه احنا نروح الى استراليا، نروح الى كندا، نروح الى بلدان تنتج الحنطه ونستورد عندها. زين استاذ ضياء، ليش احنا ما نقدر نزرع الحنطه اليوم؟ وهذه هم مصيبه ثانيه، يعني هاي ابسط شيء احنا لانه لا مصيبه مو لا لا عفوا مصيبه مو بالحديث، المصيبه الثانيه انه الفلاح ما جاي يلقى دعم، حتى اذا لقى الدعم من يجي يسلم المحصول مالته وهو تعبان به يحتاج له الى سنه. احنا لغايه الان وزاره التجاره تدفع مستحقات الفلاحين مال سنوات سابقه، مال اربع خمس سنوات سابقه، يعني طيب هذا منين يجي؟ يعني هو هذا الفلاح يعني يعيش على هذا المحصول، وانت يجي سنه كامله يعيش على هذا المحصول، ويجي بالتالي يقول له تعال تاخر لك سنتين ثلاثه، منين يغير يروح يبدل زراعته الى اصناف اخرى وينتهي الموضوع. نعم. لذلك احنا ما نتحدث عن الدعم اشكال كثيره، اولا الدعمه بالاسمده، الدعمه بالاغطيه، الدعمه بالوقود، الدعمه بالكهرباء، الدعمه ايضا يعني تسهيلات اخرى. نعم. حتى دعم بالتسهيلات الماليه فيما يتعلق بالقروض. نعم. هاي اشكال الدعم. انت من تدعمين يعني هنا احنا من نتحدث عن دعم الفلاحين، ليش؟ لانه احنا بدل هاي الاموال اللي مثلا 70 مليون دولار اللي حضرتك تتحدثين عنها. نعم. بدل ما اعطيها تروح رشاوه لهذا الشخص او ذاك، اعطيها للفلاح العراقي، ادعم المصالح المحاصيل الزراعيه، ادعم الحنطه، ادعم الشعير، حتى يكون عندي انتاج وفير من من من, من هذه المحاصيل الاستراتيجي، وامن البلد غذائيا. اذا امنتي البلد غذائيا على الاقل يعني الدوله ترتاح من هذا الجانب، ولا تفضلي يعني هسه الان وزاره التجاره تتحدث عن انه طرح الطحين صفر،
منين تجي من الحنطه هي لازم راح تستوردها، وهذه امور كثيره يعني متعلقات. يعني اليوم ارتفاع ايضا اسعار الطحين بالاسواق العراقيه، اسباب عديده اليوم طرحناها يعني بحلقات سابقه، لكن اليوم ماكو اقبال للمنتج المحلي. يعني اليوم افران الصمون والمعجنات كلهم يفضلون يعني الطحين المستورد. يعني باحدى الحلقات السابقه يعني استضافينا يعني احد يعني المطاحن الاهليه، يعني شخص هو مسؤول عن المطاحن الاهليه، ذكر انه اليوم ماكو يعني دعم للمنتج المحلي، اليوم يعني يفضلون اصحاب المعجنات والمخابز يعني شراء المستورد. يعني يقول احنا العراقي موجود، الطحين العراقي الاسمر، لكن ما حد يشتري. هو العالم تفضل انه الطحين الصفر. هو لان احنا يعني اللي نعرفه هو الطحين الصفر يستخدم بمثلا كيك المعجنات، لكن الخبز الصمون يعني يمكن استبداله بالمنتج المحلي اللي موجود. هي هاي المشكله، مشكله انه احنا ما ندعم يعني المنتج المحلي حتى فيما يتعلق بالتجار، وبالنسبه لاصحاب الافران والمخابز ما يحبذون المنتج المحلي، لانه الطحين مالته يكون بنوع من السمار. نعم. لذلك وزاره التجاره الان تحاول انه يعني يطحنون الطحين يوصلون الى درجه صفر حتى ممكن استخدامه بالمعجنات وصنع بقيه زين. يعني شو كيف يعالجون هاي المشكله؟ هذه تحتاج يعني هم الان اخذوا موافقه المجلس الاعلى فيما يتعلق بطرح هذا المنتج، لكنه وين المشكله؟ المشكله انه احنا الان نعاني من شحه الامطار، وهذا اثر على زراعه الحنطه في هذا الموسم، حتى فيما يتعلق بالموسم الماضي تعرفون انه صار عندنا عجز حدود 600 الف طن. نعم. هذا شو سببه؟ هسه قد يكون البعض يتحدث عن قله الامطار، لكنه احنا عندنا كثير من المناطق المزروعه تعتمد على الري بالرش والري بالتنقيط، وهذا بالمناسبه يعني انا شاهدت اثناء زيارتي قبل اسبوعين الى محافظه كركوك، الطريق من طلع من الخارص الى ان توصل كركوك، هذه المناطق على الجانبين هي تعتمد على الري بالرش، وهذه طريقه يعني طريقه جيده. يعني هو هذا احنا نتحدث، هذا شكل من اشكال الدعم، انه انت تروحين مثلا تنطين الفلاح تنطينا كل المستلزمات زراعته، حتى لو الاباشر عقبه مثلا يقول انا الدوله ما دعمتني، هذا اذا هيأتي لهي الظروف كلها من الممكن انه انت الانتاج الزراعي المحاصيل الزراعيه خاصه الاستراتيجيه تكون عندك يصير بها فائض، الفائض كل ما زاد الفائض راح تأمنين سنوات قادمه. احنا يعني على وزاره التجاره عاملين بها، حتى وزاره الزراعه ان تعمل على انه تامين الامن الغذائي مو بس لسنه حاليه، لا لسنوات قادمه. يعني مثلا احنا الان السنه خفضوا نسبه الاراضي المزروعه الى 50%. نعم. انا كان بالعكس كان بودي انه تقوم وزاره الزراعه برفع هذه النسبه الى اكثر من يعني بدل ما تخفضها 50% لا زيدها 50%، يعني تصير 150%، ليش؟ حتى تعوض العجز اللي صار يعني بالخزين الاستراتيجي مالت المحاصيل وهكذا. هذا بس شيء قابل للشراء. ايش يحتاج الى انه تروحين تدعمين الفلاح بكل المستلزمات اللي يحتاجها من وقود من 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 اسمده من يعني حبوب من يعني هذه المواد كلها يجب ان تجيبها. نعم. استاذ ضياء، اليوم اكو مخاوف من قبل الشارع العراقي يعني من فصل الشتاء والفيضانات اللي صارت بشمال العراق، فاكو عمليه تكديس للمواد الغذائيه، وايضا مخاوف من جائحه كورونا الموجه الرابعه. فاليوم نشوف العالم اكو اقبال على الاسواق المحليه اليوم دا تكدس مواد غذائيه مثل البقوليات والتمن وغيرها اليوم اللي ممكن تستفاد منها يعني في يعني لا سمح الله لو صار اي طارئ. بالتالي برايك اليوم هاي عملية التكديس للمواد الغذائية اليوم هي سبب أيضا برفع الأسعار بالأسواق العراقية؟ شوفي، هو هذا موضوع تخزين المواد الغذائية بالنسبة للمواطن، وهنا أنا راح أوجه يعني انتقاد إلى العوائل العراقية كلها بمجملها. نعم. العوائل العراقية يعني تمشي ورا الإشاعة،
بغض النظر عن 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 صدق هذه الإشاعة أو كذبها، وكثير من الإشاعات يعني ظهر أنها كاذبة وليس لها في الحقيقة أي مجال أنه تصدق. الآن حديثنا عن التخزين والإشاعات اللي على المتحور أوميكرون، وممكن أنه تغلق المدارس والسوق يتوقف، هذا كله ما له صحة ولن يكون. ليش؟ لأنه وهي تحسب إلى وزارة الصحة. وزارة الصحة عملت على أنه تأمين نفسها فيما يتعلق بمعالجة الإحباطات اللي صارت في بداية وباء كورونا. الآن هي بدأت أنه تتهيأ إلى احتمالية دخول موجة رابعة من متحول أوميكرون، وكذلك فحوصات. يعني بالتالي لن يكون هناك لا غلق مدارس ولا غلق سوق ولا أي شيء، هذا كله محض افتراء. هذا الإشاعات تطلق من قبل البعض للاستفادة. المشكلة يعني هم العوائل العراقية أثرت على نفسها من خلال أنه الإقبال الأكثر من اللازم على الأسواق. هسه الأسواق هي بالأساس مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الدولار اللي يصعد يوميا. ايضا الاسعار المواد الغذائيه المستورده، تعرفون هذه تستورد بالدولار، يعني التاجر يستوردها بالدولار، فاذا ارتفع سعر الدولار بالخارج هذا ايضا يسبب مشكله راح تاثر على. لذلك احنا نتمنى على العائله العراقيه ان تقلل من خزنها للمواد الغذائيه. لن يحصل شيء مما يدور في اذهان المواطنين. نعم. فيما يخص يعني عدم الرقابه على الاسواق، اليوم ماكو عندنا رقابه او امن غذائي بالاسواق العراقيه، برايك شنو السبب؟ احنا هي كانت اكو دائره يسمونها دائره الجريمه الاقتصاديه، وايضا كانت هناك دائره التقييس والسيطره النوعيه. نعم. هذني كل دائره، يعني كل دائره تابعه للوزاره. هذين الدائرتين ما موجودات، حتى اذا موجوده وحتى فيما يتعلق بالحجر الصحي فيما يعني على الحدود. هذين ثلاث دوائر، يعني حتى اذا كانت موجوده شكلا لكنها في واقع الحال يعني على الارض هي غير موجوده. وهذا الدليل، يعني انا قبل فتره كنت اتحدث مع احد الاشخاص يقول ان هو يعني بالامن يعني يشتغل في دائره امنيه، يقول احنا عثرنا على مخزن بي من المواد الغذائيه كثير، وهذا يسمونه احتكار، وتنطبق عليه قاعده الاحتكار حق فعلا. يقول من اجى اريد انحجز، هذا خابر شخص محدد واجانا تليفون عفو. يعني هذا الاتصال يعني اتصل بشخص بالدوله؟ تمام. فبالتالي هذا الموضوع يعني من تردين تتحدثين عن الامن الاقتصادي وعن الجريمه الاقتصاديه، يجب ان يكون الموظف المكلف بهذا الامر يعني مصان. يعني هو هذا استاذ ضياء عذر المقاطعه بحد ذاته هو نوع من الفساد، انه انا اليوم من اتصل على مسؤول بالدوله حتى يعني يصير لي القضيه او الدعوه اللي حساني راح ابتعد عن أنا راح أبتعد عن موضوع الفساد يعني نهائيا. نعم. أنا حتى أنفذ يعني ما يطلب من عندي، من واجب يطلب من عندي، يجب أن يكون لدي عندي قوة باتخاذ القرار. ما يجي أي واحد يجي مثلا يفرض علي أنه أنا أفعل هذا ولا أفعل هذا. هذا أمر ضروري جدا. لذلك ما أريد ننفذ الأوامر فيما يتعلق بالجريمة الاقتصادية يجب أن ننفذ القانون. لكنه المشكلة وين؟ المشكلة أنه من ينفذ القانون هو أول من يخرق القانون. نعم. وهذا بالمناسبة هذا مو بس بالجريمة الاقتصادية، في كل مرافق الحياة أنت تشوفينها. ضابط يجي يضرب الإشارة، مسؤول فلاني هاي الصفارات، مع أنه الصفارة ترى ممنوعة يعني كثير من المشاكل هذه. ليش؟ لأنه إحنا اللي منفذ القانون هو أول من يخرق القانون. نعم. أيضا فيما يتعلق بالحجز الصحي، فيما يتعلق بالتقييس والسيطرة النوعية، تعرفين إحنا عندنا مواصفة عراقية، يعني ها مثلا الألبان اللي المستوردة يجب ان تكون خاضعه، تكون هناك نسبه بها الدهون، ايضا نسبه فيما يتعلق من الماده الحافظه، هذه كلها غير موجوده. يعني اعتقد مره طرحنا موضوعات الماده الحافظه، يعني في في
في في الادمان والاجبان، يعني كثير نسبه كبيره من هذه المواد الحافظه تاثر على الصحه العامه. نعم. زين، اليوم يعني هاي التاثيرات الصحيه اليوم برايك من المسؤول عنها؟ المفروض تكون رقابه من اي جهه؟ احنا انا تحدثت عن وجود، يعني وزاره الصحه هي اليوم مختصه بهذا الامر؟ شوفي سيدتي، هذه اذا كانت المواد مصنعه داخل البلد، نعم هناك وزاره الصحه، وزاره البيئه، هي وزاره الصحه والبيئه هي اثنيناتها. نعم. هذه وزاره الصحه والبيئه هي مسؤوله فيما اذا كانت المواد مصنعه داخل البلد، اما اذا كانت مواد مستورده من الخارج، هناك دائره الحج الصحي بالمنافذ الحدوديه، هذه يقع على عاتقها انه فحص هذه المواد ومطابقتها بالمواصفه القياسيه العراقيه. نعم. يعني وين يودونها؟ يودونها دائره التقيس والسيطره النوعيه لمطابقتها فيما يتعلق بالمواصفه العراقيه، وهذا ما جاي يحصل. ليش؟ لانه تعرفين يعني استاذ، هاي الدائره اليوم وين دورها؟ اليوم الالاف من المواد الغذائيه المسرطنه تدخل للعراق، بالتالي اليوم تنعكس على صحتنا. اليوم المواطن اذا يروح يحلل يطلع به 1000 مرض. مو هي هاي المشكله اليوم المواد الغذائيه يعني مواد اليوم اللي نستخدمها، مو هي هاي المشكله. المشكله شنو هو؟ المشكله انه هاي الدوائر موجوده على يعني موجوده شكلا واقعا ما لها اي تدليش. لانه هذا مثلا المستورد هذا عنده مثلا تابع للكتله الفلانيه، تابع يعني برايك الفلاني. اليوم هاي الدوائر اكو سيطره عليها من جهات عليا؟ طبعا بالتاكيد هناك سيطره على هذه الدوائر بشكل او باخر، يعني من خلال المحسوبيه، من خلال المنسوبيه، من خلال المحاباه كثير. يعني مع ذلك اكو هناك الفساد يعني هم ايضا مسيطر. زين، المواطن اليوم شنو ذنبه بدا يدفع الضريبه؟ اليوم الامراض احنا عرضه لها باي لحظه وباي ثانيه. اليوم احنا معرضين للموت بسبب المواد الغذائيه اللي دنتنا أولها، اللي اغلبها اليوم بها مواد خطيره يمكن تضر بالصحه. يعني كثير من احيانا عندما اتحدث يعني مع اشخاص يقولون ماكو قانون. لا، قانون موجود، لكنه وين العله؟ في عدم تنفيذ القانون. يعني هناك خلل في راس الهرم. نعم. راس الهرم لا 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 يستطيع ان يقدم او يؤخر شيئا. يعني نعم هناك قرارات تصدر، لكنه كثير من القرارات ما تصدر. خلي بالمناسبه بس اقول لك فقره حتى تكوني على بينه والمواطن، بعيدا عن الصحه العامه وبعيدا عن الفساد. يعني احنا صدرت موازنه 21 صدرت في هذا العام. الموازنه تتحدث عن تعديل نسبه احتساب الراتب التقاعدي للموظف من 2.5 الى 3%. نعم. لغايه اللحظه احنا السنه الماليه انتهت، لا هيئه التقاعد تقبل تنفذ هذه الفقره ولا وزاره الماليه ايضا تقبل. يعني فبالتالي تظاهرات المتقاعدين. فبالتالي وين اوصل انه راس الهرم، من نتحدث عن انه راس الهرم ما له سلطه حتى فيما يصدر القوانين. هذا اكبر دليل، ودليل مادي ملموس ممكن الكثير يعودون له في هذا الموضوع، في هذا الجانب. استاذ ضياء، اليوم هاي المشاكل كلها اللي ذكرناها، بالتالي من يدفع ضريبتها؟ لا شوفي، خليني اقول لك، هو المواطن سواء قبل او ما قبل، هو دافع الضريبه. هاي المشاكل، يعني خليني اقول احنا نرفع سعر صرف الدولار، من المتضرر؟ لا المتضرر، لا المسؤول، ولا الوزير، ولا المدير العام، ولا المتضرر المواطن البسيط. اكيد اسعار المواد الغذائيه ارتفعت 33%، امراض الان عوفينا من كلها. هاي الامراض الان من يتحمل عبئها؟ يتحمل عبئها المواطن. ليش؟ لانه المسؤول بامكانه يسوي لك كتاب ايفاد يسافر الى هذه الدوله او تلك على حساب الدوله ويعالج نفسه. واحنا عندنا كثير من الحالات تمت معالجه مسؤولين على حساب الدوله العراقيه، وهذا المواطن من يعالجه؟ ليش ما يعالجون اليوم العالم اللي ما عندها فقره؟ من بيا مستشفى؟ يعني اليوم مثل ما يعالجون المسؤول، خلي يعالجون المواطن. ليش يعالجون؟ هو المواطن، شوفي المواطن يعني قالته حمال الاسيه، مثل العفو عذر، يعني عذرا لهذا المثل. انا مرات اضرب امثال يعني قد تكون ما اعرف، مثل البعير يحمل شو اسمه، يحمل تمر وياكل عقب. زين، ليش وقت يبقى يشي المواطن؟ والله يا سيدتي خليني اقول لك، هو هذا طالما هناك، يعني وهي المشكله وين؟ المشكله بالمواطن نفسه.
المواطن يحد اكو خطوط حمر واكو تيجان، وهذا وهذول عليهم مهالات من 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 القدسيه والمهابه. هسه بغض النظر عن كونه هذا من هذا الفريق او ذاك الفريق، لكنه هو هذا ترى هذا شخص يعني حاله حالك، فماكو هاي الهاله والقدسيه والمهابه ما يمكن انت من سويت له هذا هيك هيك راح يدوس على كرامه المواطن، يدوس على كرامتك يعني. نعم. قطعا يدوس على كرامتك. زين، برايك اليوم شنو الحلول حتى ننهض بواقع مفردات البطاقه التموينيه؟ نرجع على البطاقه، نرجع على البطاقه، نرجع على الموضوع، نرجع على البطاقه الاساسي. خلينا نرجع على البطاقه التموينيه. نعم. الحلول سيدتي الفاضله ترى هي شوفي اسهل من الحلول ما موجوده. يعني انا من مو بدايه الحديث قلت ليش قلت لك نروح نفعل، اولا نفعل دائره الاسواق المركزيه. هذه الدائره بيها مواطنين بعشرات الالاف، عشرات الالوف من المواطنين في جميع انحاء العراق، وعندنا مراكز يعني عندنا اسواق مركزيه، عندنا في بغداد. يعني انا ولو ادري على حد علمي انه سوق المنصور فلشوه، وسوق الثلاثاء ايضا فلشوه، والله بعد وياه وسوق حي العامل فلشوه، لكن عندنا اكو عندنا اسواق مركزيه موجوده زين، بناياتها محترمه ولطيفه جدا. من الممكن يعني بقليل من الاموال اعاده تاهيلها وفتحها حتى تستفاد منها. تكون العائله تروح تستوق من هذه، يعني ما تروح لا تروح تروح هذا للرجل اللي يوزع المواد الغذائيه، ولا تروح تشتري من الاسواق، تروح كيف شلون تصير الحاله؟ الحاله تصير من خلال كارتات توزع على المواطنين. هذا الكارت يعني يروح يشتري به المواطن المواد الغذائيه. هسه قد منين راح يدفع؟ تقوم الدوله واحده من اثنين، يا اما انه تنطيه سعرها. واحنا اعتقد حددنا. نعم. استاذ ضياء عذرا المقاطعه، خليك يعني ينضم معنا الان الدكتور ناصر الكناني الخبير الاقتصادي، حياك الله دكتور ناصر. تحياتي لك ولضيفكم الكريم. تحياتنا لك. دكتور، اليوم شلون نشوف مشاكل البطاقه التموينيه ومفرداتها اللي صارت توزع كل شهرين على المواطن؟ شكرا جزيلا. بصراحه هذا الموضوع انا معالجه من سنوات بعيده، وليس بصراحه انا قدمت مقترح، والمقترح هو اخذ به وطلع على التلفزيون امام وسائل الاعلام، وقال احنا راح نعطي للمواطن مبلغ الحصه التموينيه اللي هو شنو المقترح بدايه دكتور ناصر اللي قدمته؟ بحدود 15000 دينار للمواطن. نعم. لكل مواطن، يعني ما معنات انت العائله خمس نفرات تاخذ فيه 75000 دينار شهريا، او العشر نفرات وهكذا. زين دكتور، 15000 يوم تكفي المواطن الفرد الواحد؟ اسمعني يا اختي، هي حاليا البطاقه التموينيه ترى اقل من هذا الرقم. نعم. اللي تتوزع. زين، تعرفين البطاقه التموينيه هي متى عولجت؟ هذه البطاقه التموينيه سنه 1995 بدا العمل بها، لكون العراق كان محاصر عليه حصار، وحصلت موافقه الامم المتحده على بيع، حصلت موافقه الامم المتحده على تصدير نفط خام. نعم. حدود 1,850,000 برميل يوميا لغرض تغطيه البطاقه التموينيه، الغذاء والدواء. يعني امالها تروح الى الغذاء والدواء. نعم فقط. دكتور ناصر ابقى ويانا ثواني بين ما يضبطون الصوت ويا حضرتك ونرجع وياك. نعم، ارجع ويا الدكتور ضياء. يعني استاذ ضياء، يوم 15000 تكفيك اليوم انت كمواطن؟ والله اني استغرب حقيقه من الاستاذ اللي يتحدث عن 15 دينار، لانه احنا اذا نجي نحسب هو شيء الاستاذ الفاضل ايش يحسب المفردات اللي توزعها وزاره التجاره. نعم. فعلا هي 15، لكنه احنا اذا اردنا مثلا ان تكون حياه المواطن حياه جيده مرفهه زين، مو اقل المواطن استاذ ناصر، يعني عفوا استاذ، يعني المواطن اليوم ما يريد يعيش حياه مرفهه، اليوم المواطن يريد ياكل ويشرب يعني بشكل طبيعي. تمام. اليوم انت بيدك هو 15، احنا اذا تنزل بها للسوق يوم هذا 15 تقدر تشتري بها. احنا نتحدث عن الحد الادنى، الحد المقبول من المعيشه اللي يحتاجها المواطن، فبالتالي انا اعتقد 35 دولار كافي، يعني ممكن تغطي احتياجات المواطن الشهريه.
يعني تعرفين هو ما هو مو بس شاي وشكر وتمن وطحين وزيت وها، لا اكو كثير من المواد هذه، اجمان هذه كذا هذه كلها تحتاجها العائله العراقيه يوميا، بيض دجاج هذه كلها تحتاجها. فبالتالي اعتقد 35 دولار لكل فرد هو يعني نوعا ما مجزيه للمواطن. لذلك عندما نتحدث عن تفعيل دور الاسواق المركزيه، هذا هنا ايش راح ينتج؟ اولا وزاره التجاره تتعامل، ممكن تتعامل مع وزاره الصناعه فيما يتعلق بالزيوت والصابون والمساحيق الغسيل، تتعاون مع مثلا مع وزاره الزراعه فيما يتعلق بالدجاج وبيض المائده. بالمقابل لازم تكون رقابه على الاسواق وتكون هنالك تخفيض للاسعار. احنا شوفي ستي، انت ليش تاكدين على اسواق؟ انت خلي اقول لك، انت تعرفين انه مراقبه الاسواق هاي العفو، خلي احكي لك بالصريح، قطنا واشتعوها مثلكم، ليش؟ لانه هناك ناس متنفذين لا يمكن ان يقبلوا انه هذا يجي يحاصرهم. احنا متى ما كانت هناك دوله قويه، دولة تنفذ بها القانون على القوي والضعيف وعلى نعم. المسؤول وعلى على على على, على, على الشرطي، يعني على 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 الفريق وعلى الشرطي. نعم استاذ، عذرا المقاطعه، خليك ويانا يعني. ارجع ويا ضيفي دكتور ناصر. دكتور ناصر، يا ريت لو تكمل لنا المقترح اللي حضرتك اقترحته. توزع مبلغ البطاقه التموينيه اللي هو كان بالضبط بحدود 10 دولارات على المواطن، لان كان المواد الغذائيه رخيصه، وتسع مواد تسع مفردات لكل مواطن الدوله بدها تنطي. نعم. شهريا. طبعا مدعومه ايضا، المواطن كان يدفع اجر قليل من يعني مقابل هذه المواد، ما راح ياخذها هو مجانا. المهم حدود ال 15، انا سويتها 15000 دينار عراقي بذاك الوقت، كان تدري الدينار العفو الدولار مو نفس هذا السعر، اكيد فرق. يفترض هسه تصعد ل 20000 دولار، 20000 دينار عراقي. نعم. لكل مواطن. طبعا هنا احنا ايش راح نسوي؟ عندنا ثلاث شركات بصراحه من شركات وزاره التجاره اللي هي متوليه عمليه البطاقه التموينيه. الشركه العامه لاستيراد المواد الغذائيه، والثانيه الشركه العامه لتصنيع الحبوب، والشركه الثالثه هي شركه الحبوب. نعم. احنا لازم دمج بين الثلاث شركات بشركه واحده، وهناك يكون هناك شركه اخرى او من هذه الشركه تطلع تنبثق شركه. انا طبعا في وقتها طلبت ان تكون مساهمه حتى كل الناس البطاله يساهمون بهذه الشركه، ممكن يستفيدون منهم سنويا كذا الف دينار من خلال الارباح اللي ممكن تنتج. نعم. هذه العفو ال 15000 دينار يتوزع لكل مواطن من حق ابو البيت او صاحب البطاقه التموينيه، يقدر يسحب مال سنه مقدما. إذا مثلا عنده خلينا نقول 10 نفرات، 10 يعني معناته 150 في سنة، معناته تساوي لها بحدود 1,800,000 تقريبا تطلع، مو أكثر. نعم. وأكثر من الرقم، على كل حال المهم الرقم اللي يطلع ممكن يسحبه مباشرة، بس على أن يستقطع منه 8%، لأن احنا راح نسوي بنك لهذه الشركة مختص يعني يستورد. طبعا احنا راح نقول ما الدوله ما عندها مبلغ باكمله ممكن تنطي، احنا ايش راح نسوي؟ راح نسوي نفتح خطاب ضمان، هذه الشركه راح تصير عندها مصرف وينودع به حساب المبلغ، ومن الشركه تعطى مو من الدوله، من الشركه هاي اللي داعشه عنها تعطى هاي ال 20000 دينار للمواطن. بس نعم. الشركه ايش تتولى؟ تتولى عمليه استيراد كافه البضائع، كافه المواد الغذائيه والمواد والسلع الاخرى اللي تطيل المواد الغذائيه عفوا للمفردات البطاقه التموينيه، فقط للمفردات البطاقه التموينيه والامور الاخرى. طبعا بعد ماكو شيء اسمه بطاقه تموينيه بالمناسبه، انا نطيت المبلغ مقابل البطاقه التموينيه. نعم. راح نجيب بضاعه ونضخها بالسوق وباسعار موحده تبدي من زاخو الى الفاو في كل محافظات العراق. نعم. يعني مو واحد يبيع الشكر بكذا وذاك يبيع التمن بكذا، لا، سعر موحد لكافه البضائع، وتتولى عمليه شركه، هذه الشركه الكبيره اللي حشينا عليها دمجناها الثلاثه، راح تكون هي متوليه عمليه الاستيراد والتصدير لكافه البضائع اللي موجوده. جيد. هنا قدرنا نسيطر على ماكو بضاعه فاسده، بالاضافه الى ماكو بضاعه اكسباير، بالاضافه الى كل هذا فساد ماكو، ايضا ماكو صعود بالاسعار، متفاوته الاسعار، اسعار واحده راح تتم من زاخو الى الفاو
بهذه الطريقه. زين دكتور، هذا المقترح انت لما قدمته؟ هذا في وقت انا بصراحه قدمت للسيد المالكي، وراها المالكي طلع بالتلفزيون الرجل واشاد بالمشروع. الان الكثيرين اللي لا يحبون الخير للبلد، المهم خلوا العصر يعني العجل، يعني اكو رفض للموضوع، وقفوه. المهم اخر شيء، نعم، ايضا قدمت الدكتور حيدر العبادي، هو هذا شوف النسخه منه ذات تقرب الزوم، نعم، ذات النسخه. طبعا انا حاكي كثير، بعدين هسه ذات سحب الزوم، نعم، واضح على الشاشه، نعم. الدكتور حيدر العبادي ايضا قدمت هذا المقترح، وايضا هم ما قدر يسوي شيء الرجل في وقته، لان كان اكو من يعارض على هاي المشاريع. زين نحكي احنا هسه حاليا المشروع نفسه هذا غيروه بطريقه اخرى، غلفوه. التغليف اللي تم فقط صارت الشركه العامه للاستيراد والتصدير، اقول استيراد المواد الغذائيه، متعاقده مع شركه الاوس للتجاره اللي هي حاليا تزود البطاقه التموينيه. زين. فقط البطاقة التموينية، إذا يعني معناته احنا كنا ذا نحكي لمدة 5 سنوات أو 6 سنوات من الأرباح اللي نحققها، بعد خلص احنا ما نريد من الدولة مبالغ. لأن الشركة هاي راح تشتري كل المواد تبقى بالسوق. أنا لغيت كل مشاكل جميلة، ممكن جميلة والتجار جميلة يجون ياخذوا من هذه الشركة ويعرضوها، أيضا نعطيهم هامش ربح وبسعر موحد مرة لا قاعد. نعم. الشركة هذا تمتلك قلنا مصرف، وايضا تتعاقد مع المصدر او المزارع اذا فيما يخص الحبوب، في مع المزارعين في كل البلدان اللي احنا نستورد منها، مثلا اذا نستورد الرز من فيتنام او من عفوا والرز والقمح نستورده مثلا من جنوب شرق اسيا او من كندا او من اي بلد بالعالم، يعني مباشره يكون الاستيراد مباشره من الشركه، لان احنا راح نشتري نحشي على كميات كبيره، نعم، اللي تغطي البلد. اليوم احنا ذاك الوقت من قلنا 1,850,000 برميل، كان البرميل ب $27، من تجين تضربين 27 في هذا الرقم اللي هو 1,850,000 يطلع الناتج، الناتج كان يغطي البطاقه التموينيه بالاضافه الى الدواء، الغذاء والدواء. نعم. طبعا بعد 2003 خلص الموضوع، الغذاء والدواء انتهى، بعد ما له دور، لان صارت تجاره حره عندنا، برايمر فتح الحدود وركضت الاخوان. هذا هنا الحكومه العراقيه بصراحه يعني انحرجت، ما تقدر تقول ماكو بطاقه تموينيه، فاستمرت بالبطاقه التموينيه المتلكئه، بدات تتلكئ هي من عام 2003 لغايه اليوم. يعني شلون اللي صار؟ صار مثلا تجار، والتجار من تعرفون فلان وفلان وفلان اللي هم اصلا مو تجار، يجون ياخذون العقود، هذا عقد السكر، ذاك ياخذ عقد الزيت، ذاك ياخذ عقد الرز، يعني عقود البطاقه التموينيه باكملها، اللي كانت طبعا بالمناسبه البطاقه التموينيه عقودها اذا كانت 9 مفردات تتجاوز $5 مليار سنويا. نعم. بهذه اللي البائسه اللي بدنا نحكي عليها. اما للاسف يعني بعدين بدات تتقلص، وصلت الى 4 مفردات، وقد يكون الـ4 مفردات هسه بالجديد من شهرين الصور صعدت الى 6 مواد. نعم. والست مواد ايضا لحد الان بصراحه يعني كل شهرين توزع على المواطن. مو بس كل شهرين، مو المشكله شهرين، ما يخالف المواطن يقبل بها كل شهرين. بس اكو مشكله كبيره يعني شلون يعني دكتور ناصر، يعني المواطن شهر ياكل وشهر انه يصوم يبقى بدون اكل لازم؟ يعني احنا خدنا نحكي على نكمل حديثنا. نعم. طبعا بالمناسبه البطاقه التموينيه كان بها 9 كيلوات طحين، بها كيلوان شكر، كيلوان رز، بها تقريبا نص كيلو شاي، بها معجون طماطم، المهم 9 مفردات اللي كانت تجي. وايام الاعياد والمناسبات كان يضيفون لها مثلا مره عدس، مره برمضان يضيفون عدس، بالعيد يضيفون دجاجتين، يعني حسب المقدره اللي كانت موجوده بذاك التاريخ. وكان المواطن بصراحه بعد الغزو والاحتلال كان المواطن يحلم يقول راح يصير 40 ماده، مو فقط مثل ما هي 9 مواد. بس للاسف يعني الظاهر يعني كان هو غيبوبه بحلمه. نرجع مره لاخر ونكرر، الشركه اللي هسه حاليا تعاقدت مع الشركه العامه للاستيراد والتصدير قلنا اللي هي شركه الاوس. نعم. الاوس يا ترى هذا العقد لحد الان ما في شفافيه، ما نعرف هل الاسعار اللي يجيبوها اسعار مدعومه ولا اسعار، ليش انتم سويتوها شركه مثل ما قلنا اعلن شركه مساهمه وخلي كل المواطنين يساهمون في هذه الشركه، صار بها راس مال كبير، وايضا يابا مو المواطنين، الموظفين، اعلن 5% من راتب كل موظف لمده سنتين اجمعها، صار راس مال كبير، وهذا راس مال يمكن يكون يتدور ويستمر، وممكن
مرة لا حتى تتدخل بموضوع الكهرباء، ومرة لا تتدخل بموضوع النفط، وهذه الشركات تصير مساهمة وطنية. ليش أنا أجيب مساهم أجنبي؟ بعدين تصير صاحب قرار عليه. هي المشكلة يعني. يعني احنا هسه نريد لو نريد نحكي نعم دكتور ناصر، يعني صراحة مشاكل مفردات البطاقة التموينية كثيرة ولا تعد ولا تحصى، وأيضا اليوم الفساد المالي والإداري اللي بدأ ينخر كافة مؤسسات الدولة أيضا على ما يبدو أنه ما لا نهاية بالعراق. دكتور ناصر الكناني الخبير الاقتصادي، شكرا لك وشكرا لانضمامك اليوم ويانا، أكيد نورتنا. وأيضا أحب أشكر الأستاذ ضياء المحسن أيضا الخبير الاقتصادي، شكرا لك. شكرا جزيلا يعني. وأنا أسف على التأخير لأن يعني صراحة انقطعت وقت الازدحام. إن شاء الله يعني تجمعنا حلقات أخرى ونتحدث عن الموضوع بصورة أوسع. شكرا لكم. موضوع البطاقة التموينية موضوع مهم جدا وإرادة إن شاء الله تجمعنا حلقات يعني أخرى. تحياتنا لك دكتور، وأيضا تحياتنا للأستاذ ضياء المحسن. إلى هنا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. انتظروا يوم السبت إن شاء الله حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. تحياتي لكم وتحيات كادر العمل جميعا. إلى اللقاء.